وللمزيد من التحليل والمتابعة أيضا ينضم إلينا من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور سهيل أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن تطورات ميدانية وتطورات أيضا في الداخل الإسرائيلي بالإضافة إلى استهداف مطار بن غوريون والحديث عن أكبر رشقة صاروخية من قبل حزب الله اليوم في الداخل الإسرائيلي، إلى أي مدى تمثل رداً من حزب الله على إسرائيل أولاً، وأيضاً هي يعني هذا التصعيد إذا ما قرأناه في سياق أيضاً ما قامت به جيش وما قام به جيش الاحتلال من استهداف وأيضاً من قصف لمناطق في لبنان وبعض المدن اللبنانية، إذن هذه التطورات اليوم كيف نقرأها؟ تحياتي لك بداية وللمتابعات والمتابعين. برأيي أن هنالك يعني مرحلة جديدة متمثلة بالتوقيت وبالمضمون تدلل على ثلاثة جوانب مهمة وكبيرة. الأمر الأول هو استهداف المثلث الاستراتيجي لإسرائيل، وهو المتمثل بحيفا تل أبيب والقدس. هذا المثلث الذي به كل شيء مهم لإسرائيل استراتيجيا، سواء كان من الناحية الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية. وهذا المثلث هو رد على المثلث الإيلام الإسرائيلي الذي حاولت أن تضرب به لبنان، والمتمثل في منطقة البقاع، منطقة الضاحية والجنوب اللبناني، مواقع يعني الحاضنة الشعبية لحزب الله. وهذا يتماشى مع الاستراتيجية القائلة كما تحدث الأمين العام لحزب الله هو إيلام إسرائيل، وأن إذا أردنا إسرائيل أن تحضر إلى طاولة المفاوضات بشروط ملائمة للبنان ولحزب الله وللفلسطينيين عليها أن تتألم في البداية. هذه هي النقطة الأولى الأساسية، وهذه أول مرة يكون فيها هذا المثلث على الطاولة منذ بداية هذه الحرب. النقطة الثانية والمهمة، وهي النقطة في الجانب العسكري والأسلحة المستعملة وتدحرج الأهداف، ويريد أن يقول حزب الله أن هنالك ما زال الكثير من الأمور الغير مستعملة في الأسلحة الاستراتيجية، وكلما نتدرج في حرب الاستنزاف، وهو يريدها حرب استنزاف يعني متكاملة، سنخرج الأكثر من هذه الأسلحة الاستراتيجية. وهذا ما أقلق إسرائيل اليوم كثيرا، ليس فقط من حيث الأهداف لمطار بن غوريون، وكانت هناك على الأقل شهود عيان من 5 إلى 6 انفجارات كبيرة كبيرة وكبيرة جدا في محيط المطار، مما أدى أيضا إلى قرارات لعدد من شركات الطيران بوقف الطيران لإسرائيل حتى صيف العام 25. فلذلك المسألة من هذه الناحية هي قلق إسرائيلي بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية غير قادرة على منع أنواع معينة من الصواريخ الباليستية، وأيضا إضافة إلى المسيرات التي يعني تم تجربتها بالسابق قبل هذا الأمر. أما الناحية الثالثة برأيي فهي سياسية محضة. اليوم هو كان معروفا أن هناك نتائج أولية للانتخابات الأمريكية وحضور بايدن، وجاء هذا الجواب من حزب الله ليقول أنهم غير آبهين لهذا الأمر، لأن نتنياهو يريد ترامب. فليكن أنت أردت ترامب، يا حضر ترامب، ونحن غير آبهين لهذه النتيجة. وهذا جواب منذ البداية قبل أن يستلم قبل أن يدخل البيت الأبيض أن هذا هو موقف حزب الله. والأمر الثاني السياسي المتعلق بإقالة جالانت، لأن نتنياهو أراد أن يعطي إشارة لجميع دول العالم ولدول المنطقة أن إقالته لجالانت يعني لأنه يتعارض مع موقفه بعدد من القضايا المتعلقة في سير الحرب، وأيضا بصفقة التبادل الأسرى، وبأن نتنياهو يريد إطالة هذه الحرب إلى ما لا نهاية
ما لا يريده كان جالانت في ذلك الوقت. دكتور سهيل، إذا ما تحدثنا تحديدا عن إقالة جالانت، هل بعد هذه الإقالة والتغييرات التي طالت وزير الدفاع ووزير الخارجية، هل هناك توقعات بمجموعة أخرى من الإقالات لربما يقوم بها نتنياهو؟ ومن ناحية أخرى، هل هذا يدفع بالشارع الإسرائيلي إلى قبول ما يقوم به نتنياهو؟ كان أمام نتنياهو واحدة من إمكانيتين، إما أن تطال التحقيقات بالتسريبات، ما سمي بالتسريبات الأمنية والتي وصلت إلى رقبة نتنياهو بهذا الموضوع، أن تصل إلى حدودها ويتم اتهام نتنياهو مباشرة من قبل الجيش وقيادة الجيش وجالانت بما في ذلك إمكانية أن يقدم الجيش المعلومات الكاملة للمستشارة القضائية للحكومة، وهو من حق وزير الجيش فقط، وإما أن يذهب إلى مواجهة الشارع قدر الإمكان، وحسب تقدير نتنياهو أنه يستطيع أن يستوعب الأمر الثاني، لأنه لا يريد أن يقدم نفسه يعني كهدف بهذه المحاولة. فهذه هاتين الإمكانيتين كانتا أمام نتنياهو، فاختار أن ينفد بنفسه ويحمي نفسه مقابل المصالح العليا الكبيرة لما يسمى الدولة العميقة الإسرائيلية. النقطة الثانية بهذا الموضوع، وهي يعني لا تقل أهمية، أن نتنياهو بهذه الخطوة أراد التسريع بالانقلاب على قيادة الجيش. نتنياهو كان قد بدأ انقلابا على القضاء قبل 7 أكتوبر، تابع بانقلاب كامل على الشرطة بعد 7 أكتوبر بواسطة بن غفير، والآن ومنذ مدة يحاول كيفية إحراز انقلابا على مؤسسات الجيش ليطوعها لصالحه وصالح مواقفه في إطالة الحرب، ويعني عفائه من الاتهامات الملقاة عليه بما جرى في 7 أكتوبر، قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر. برأيي أن هذه الإقالة سيتلوها العديد من الخطوات في تعميق هذا الانقلاب في داخل الجيش، بما في ذلك رئيس الأركان، بما في ذلك رئيس الشباك، بما في ذلك قيادات الجيش العليا التي لا تتماهى مع نتنياهو. فلذلك برأيي أن هي ليس بداية، هي خطوة متقدمة في الانقلاب على المستوى العسكري مقابل المستوى السياسي. ولكن على الرغم من ذلك، طالعتنا تصريحات زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فيما يتعلق بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مؤهل لإدارة هذه الحرب. إذن هل هناك مواصلة من قبل المعارضة الإسرائيلية لرفض ما يقوم به نتنياهو؟ وهل من الممكن أن تؤثر إلى الحد الذي يصل إلى إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ المظاهرات التي كانت أمس في الشوارع الإسرائيلية هي لم تكن فقط بالأساس لإرجاع جالانت إلى وزارة الجيش، هي بالأساس كانت لنزع الثقة عن هذه الحكومة وعن رئيس الحكومة نتنياهو، بما معناه أن الإشارات والتي حتى بالشعارات الرسمية التي حملت، ماذا قالوا؟ قالوا بالعبرية أتابو جيد، يعني كتبوا أن أنت خائن عن نتنياهو. ووصل الأمر إلى المتظاهرين بكميات كبيرة غير مألوفة في الشهرين الأخيرين، أن يرفعوا هذا الشعار ليقول نتنياهو ليس فقط أنت مرفوض، وإنما أنت خنت الأمانة، خنت العهد، ليس فقط مع الأسرى وإنما أيضا في المصالح العليا الأمنية لدولة إسرائيل بالمفاهيم الإسرائيلية. فلذلك برأيي أن هذا الحراك سيتطور. تصريحات أولمرت رئيس الوزراء السابق بالعصيان المدني لافتة، تصريحات براك رئيس الوزراء السابق بإعلان إضراب مفتوح غير محدد العدد الأيام لا
الاقتصاد الإسرائيلي. تصريحات رئيس الهستدروت بأن النقابات الإسرائيلية بضرورة العودة للتفكير كيفية مواجهة ما يجري في إسرائيل. هنالك مشكلة كبيرة الآن أن الغالبية الشعبية أو ما يسمى الشرعية الشعبية في إسرائيل يتناقض موقفها مع الشرعية الرسمية المتمثلة في البرلمان وعدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي المؤيد لنتنياهو. نعم. هذا التناقض يجب أن يجد له حلا في الأيام والأسابيع القريبة. أشكرك كل الشكر دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الناصرة.